هي بعض التوجيهات التي دأب على تقديمها مسؤول وحدة التسيير الحضري لولاية الجزائر قبل انطلاقهم في مهمة رصد التجاوزات البيئية والحضرية في أحياء العاصمة وشوارعها. مبادرة هذه قام بها والي ولاية العاصمة تهتف إلى قدر إمكان من ليزانومالي لي بوان نوار اللي كاين في العاصمة، منها بزاف تسرب المياه، تسرب مياه من القادرة، الحفر انطلق بعشرة، ومن الأول جوان بإذن الله يكونوا 14. فريد وبلال على متن درجتهما النارية الصغيرة انطلقا في جولة لرصد أي تجاوز أو مخالفة. لم تطل الجولة كثيرا حتى رصد تسربا للمياه، إلى جانب نقطة سوداء لتجمع النفايات والمكبات العشوائية، ليقوما فورا بالإبلاغ عنهما للجهات المختصة للتدخل الفوري. كيما سونتكولتيرا تاع البولفار درنا سيناليزاسيون، صورنا بعثنا شبكة الاتصال، ما عندنا شبكة اتصال معاهم، خبرناهم ما طولوش فيها علينا 10 دقائق كانوا لهنا. تم تحديد نقطة العديد من النقاط السوداء من بينها تسريب المياه على مستوى بلدية العاصمة. تم اختار الجهات المعنية لإيبيك سيال في حينا، والآن ننتظر سيال من أجل معالجة هذا المشكل. سكان أحياء العاصمة استحسنوا المبادرة مؤكدين استعدادهم للتعاون في حال رصدهم لأي تجاوز. يا سير نستحسن بهذه المبادرة أختي، المبادرة هذه بصح كي تستنى ولا يجوا السيال ما يجوش يديروا الرابور تاعهم. عندنا هذا مشكل تاع الماء هنايا، راك تشوف يا أخي عنده كات موا، هو هكذا المشكل. صح دوكا راه في الجو فرقة تاع الولاية بالسكوتر منا ويفيريفيو، دوكا أنا شكينا لهم نعيطوا للسيال وإن شاء الله فيها خير. 20 دقيقة بعد الإبلاغ عن تسرب المياه تدخلت الجهات المعنية لمعاينة التسرب. تلقينا مكالمة هاتفية من فرقة التدخل تاع ولاية الجزائر، رانا نشوف واش كاين باش ندخلوا ديريكت. والفرقة أيوا هذا عف سرتي، رانا بدينا في التدخل ديالنا ونشوفوا واش كاين، دوك نريقلوا البروبليم هنا بإذن الله تعالى. تعزيز هذه الوحدة بعدد أكبر من الدراجين لتغطية كامل إقليم ولاية الجزائر هو ما ستعمل عليه مصالح الولاية لتعميم الاستفادة من خدمات هذه الوحدة.